قال الإمام ابن قدامة رحمه الله رحمة واسعة ونفعنا بعلومه معلوم الصالحين فصل ووقت وجوب الزكاة. أنا آسف كان جهاد سأل سؤال قال لما الكذب جرمه من أعظم لما؟ لأن الكذب الاستحلال في الكذب يؤدي إلى استحلال الكذب على الله وعلى رسوله، وهذا أعظم الإجرام الذي يصل الإنسان، قد يصل الإنسان للكفر في هذا الباب، لأنه سيغير أحكام الله جل في علاه. ولذلك قال الله تعالى ولا تقولوا ما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وقد قال صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حدث بحديث يرى يظن يرى أنه من الكذب فهو أحد الكاذبين، في رواية أحد الكاذبين. فلذلك من كذب، ولذلك العلماء يقولون هو ليه يسقطون عدالة من كذب في حديث الناس؟ لما يردونه ولا يأخذون حديثه؟ لأنه الكذب على الناس يعطيه الجرأة إلى أن يكذب عليه على الله ويكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا وارد. أنت شوف الكذاب الذي أنت حلت أنه كذاب سيكذب على الله، قد يقسم بالله كذب ويكرر ويقول كانت معصية واستغفرت الله منها 50 مرة يقسم والله وبالله وتالله، وبعد ذلك يقول لك ووجه الله وسمعي وبصري وقوتي وجبروتي، هذه ده تتزلزل السماوات والأراضي على ذلك. فمن انتحل ذلك وتجرأ عليه سيتجرأ على الله كذبا في أحكامه ويبدلها في هذا الباب. لذلك رد هي من أجل ذلك كان الجرم أعظم يا جهاد. فضل قال ابو قريظة رحمه الله ووقت وجوب الزكاة في حمده للشتم وفي ثمرته إذا بدا صلاحها. وقال ابن أبي موسى رحمه الله تجب زكاة الحمد يوم حصاده، قول الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. نعم. قال ابو قريظة رحمه الله وفائدة الخلاف أنه لو تصرف في الثمرة أو الحبل قبل الوجوب لا شيء عليه، لأنه تصرف فيه قبل الوجوب فأشبه ما لو أكل معاش الناس. هو قال وقت الوجوب في الزكاة إذا اشتد أو مسألة الحلاوة اللي هو بدو الصلاح أو حسن الطعم، حسن الطعم عند الشافعية وعند الحنابلة في هذا الباب. نعم. وتجب زكاة الحب إذا اشتد، إذا اشتد هنا قال يوم الحصاد، قولي أتوا حقه يوم حصاد. فائدة الخلاف قال وفائدة الخلاف أنه لو تصرف في الثمرة أو الحبل قبل الوجوب لا شيء عليه، لأنه تصرف فيه قبل الوجوب فأشبه ما لو أكل السائمة أو باعها قبل الحول، يعني لا شيء عليه إذا تصرف فيه قبل الوجوب. هو الرجل ليس ملزما وصحته بريئة وذمته بريئة، فإن تصرف فيها بأكل أو ببيع فلا شيء عليه ولا يلزم ولا يقال له، لأن دي قاعدة أصولية. إيش بقى قاعدة أصولية؟ أنا وجيزة دي قاعدة مهمة جدا، خايف تقول عشان ما فيش فهلوة. ماشي يا عم إسناوي عشان ما تتعداش الإسناوي. تفضل حالت على مليء. تفضل عم القواعد. جواز الشرع لنا في الضمان. الله يرضى عنك شيخ. ده أنت كده وصلت لأقصاها في هذا الباب. طب هات. ممتاز. ما لا يتم الواجب إلا به. هنا ما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب. ولو ان تصرف فيها بعد الوجوب لم تسقط الزكاة. قال وان تصرف فيها بعد الوجوب لم تسقط الزكاة عنه، كما لو فعل ذلك في السائمة ولا يستقر الوجوب على كلا القولين حتى تصير الثمرة في الجريد والزرع في البيدر. الإيواء يعني. أواه إلى الجرين والزرع فيه البيدر، وهذا للتجفيف صحيح عشان يصل بعد ذلك إلى وقت الوجوب. ولو ثلث قبل ذلك بغير إثلاف. طب هو قال ولا يستقر الوجوب على كلا القولين حتى تصير الثمرة في الجرين. ما القولان؟ مجيزة. هل تجب الزكاة عند بلوغ الصلاح أو عند الحصاد؟ يعني هو يقول هل عند اشتداد الحب أم عند ليش؟
أم عند الحصاد. فهو يقول على كلا القولين يعني لا يستقر الوجوب. لو قلنا بالوجوب هنا أو هنا فإنه لا يستقر الوجوب إلا إذا تصير الثمرة في الجرين أو الزرع في البيضة. نعم. فلو تلف أسف بغير إتلاف أو تفريط منه فلا زكاة فيه. لكن ممكن نزيد كلمة هنا عند أحمد، وش هي؟ يعني حتى لو هو أتلفه، يعني هو بيقول يعني لو تلف غير قبل ذلك بغير إتلافه أو تفريط منه فلا زكاة فيه، مفهوم مخالفة؟ ها؟ لو تلف بتفريط منه هل عايز زكاة أم لا؟ عليه، مع أنه أنا أقول لا يستقر إيش؟ الوجوب، لأنه وجب عليه، فيكون لحق الفقير. ماشي. قال أحمد رحمه الله إذا خلص وترك في رؤوس النخل فعليهم حفظه، فإن أصابته جائحة فذهبت الثمرة سقط عنهم الخرص ولم يؤخذوا به، ولا نعلم في هذا خلاف. عشاء مرة ثانية. وقال أحمد رحمه الله إذا خلص في ترك رؤوس النخل، لا إذا خلص وترك في رؤوس النخل، إذا أنتم متصورون الخرس، لما يأتي الخرس؟ ويأتي الخرس عشان يراها رطبا، يقول هي يعني عندما تيبس كذا، يعني يجعلها أوساق عندما تيبس. عشان قلنا وقت الوجوب في هذا الباب عندما وقت الإخراج، متى؟ في وقت الوجوب اللي هو عند الجفاف. فهو الخارس بيقول هذه فيها كذا كم وسق، مفهوم؟ فهو بيقول هنا إذا خرس وترك على فروس النخل فعليهم حفظ وجوبا. لما عليهم حفظه؟ لحفظ مال الفقير، لحفظ حق الفقير. نعم. قال أحمد رحمه الله إذا خلص وترك رؤوس النخل فعليهم حفظه، فإن أصابته جائحة فذهبت الثمرة سقط عنهم الخرص ولم يؤخذوا به، ولا نعلم في هذا خلافا. قال ابن المنذر رحمه الله أجمع أهل العلم على أن الخارص إذا خلص الثمرة ثم أصابته جائحة فلا شيء. الضمير عائد على إيش؟ ثم أصابته ثمرة النخل. نعم. ثم أصابته جائحة فلا شيء عليه إذا كان قبل الجذار، لأنه قبل الجذار بحكم ما تثبت اليد عليه، بدليل أنه لو اشترى ثمرا فتلفت بجائحة رجع بها على البائع، وإن تلف رجع الثمرة فقال القاضي رحمه الله إن كان الباقي نصابا ففيه الزكاة وإلا فلا. المعنى أنه لو خلص الخارص هل يلزمه في ذمته؟ فلو تلفت يضمنها، صحيح أنه لو أصابتها جائحة لا شيء عليه، ولو خرس الخارص في هذا لما لم يستقر الملك، ولذلك مثلها بإيش؟ مثلها إذا اشترى ولم يقبض. احنا قلناها كريم اكثر مره، فانت رجل بياتي ينظر في النخل، طيب عليه كام؟ يصل لستين وسق، يصل لسبعين وسق، فاهم؟ هو ايضا بيرى رطبا، يرى التمر رطبا او يرى العنب، فهو بيقول لما يجف يكون كام؟ ايوه هو الخرس تخمين، بس ده لأهل الخبره بقى، بتكون مقاربه جدا، باين عليه بريق عينيه يدل على أن الرجل فز في الخبرة. تفضل. قال وهذا القول يوافق قول من قال لا تجب الزكاة فيه إلا يوم حصاد. نعم. لأن وجوب النصاب شرط في الوجوب. وجوب النصاب شرط في الوجوب، ويقول إذن المسألة تكون على التوقيت في يوم الإيه؟ في يوم الحصاد. نعم. والأصل لأن وجود النصاب شرط. نعم، وجود النصاب شرط. وجوب. نعم. قال فمتى لم يوجد وقت الوجوب لم يجب. نعم. وأما من قال إن الوجوب يثبت إذا بدا الصلاح واشتد الحب فقياس. طب لحظة هنا يقول فمتى لم يوجد وقت الوجوب، وش وقت الوجوب؟ لم يجب، وش وقت الوجوب؟ لا لا، هنا على قولين، فمتى لم يوجد وقت الوجوب لم يجب. إذا قلنا إما اشتد الحب أو يوم الحصاد. نعم. قال وأما من قال
إن الوجوب يثبت إذا بدا الصلاح واشتد الحب. أهو اشتد الحب قال في سات قوله انتلف البعض إن كان قبل الوجوب فهو كما قال القاضي. وش قال القاضي؟ لا شيء عليه. لا شيء عليه. طيب وإن كان بعده لا ما خلاص هو جاي عليها جاي عليها جاي على الثانية قال إن بقي شيء في نصاب فعليه زكاة جاي عليها. قال وإن كان بعده وجب في الباقي بقدر سواء كان نصابا أو لم يكن نصابا. لكن القاضي قال لو بقي نصابا لا قال قال عليه إن كان إن كان الباقي إيش نصابا. نعم وإن كان بعده وجب في الباقي بقدر سواء كان نصابا أو لم يكن نصابا. بعد إيش بقى؟ بعد الوجوب بعد وقت الوجوب. لأنه لما وجب قال وإن تلف إن وجب فالثمرة انتشرت فيها الحق انتشر في كله فلو تلف وبقي شيء لم يبلغ نصابا الحق ما زال ما زال فيه مفهوم. لذلك قال يخرج بسهمه بوزانه ولا يشترط في ذلك أن يكون نصابا لكن اشتراط النصاب أوجه اشتراط النصاب أوجه لما للاحتمال الاحتمال المواسئة. نعم تفضل. قال لأن المسقط اختص بالبعض فاختص السقوط به كما لو تلف بعض النصاب السائمة بعد وجوب الزكاة فيه. فبقى بعيدا لو تلف بعض النصاب السائمة السقوط يسقط فين؟ في الذي ايش؟ في الذي تلف فقط. نعم هذا فيما إذا تلف بغير تفريطه ولا عدوانه. طبعا هذا كله هو على أنه لم يكن عليه ضمان لأن بالتفريط يكون عليه الضمان. قال فأما إن أتلفها أو تلفت بتفريطه أو عدوانه. طبعا أتلفها هنا يتصور بما أتلفها بيعا عشان يهرب من الزكاة المفروض نقول ذلك لأنه أصلا حابلة يقيدون هذا وإلا الجمهور لما ثلاثة قال لو باعها أتلفها بذلك لا زكاة عليه لا يملك نصابا ولا يحمل الحبل عليه لا 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 زكاة عليه فاهمين وممكن يبيعها إيش لا ممكن يبيعها بشرط القطع لا أقول بقى خلاص بشرط القطع وبقول لك لا باعها بشرط القطع وكان قصده الهروب له ذلك وهذا خطأ مبين وذلك الحابلة شوف أعدل الناس في هذا الباب قال فإن كان فعل ذلك للهروب من الزكاة يضمن ويؤتى بنقيضي بنقيضي قصدي. أما إن أتلفها أو تلفت بتفريطه أو عدوانه بعد الوجوب إلا أن يقصد بذلك الفرار. انظر هنا يبقى قبل الوجوب إذا تلفت ولو بتفريط منه لا زكاة عليه. لما لا زكاة عليه وجيزة الوصف غير منطبق الوصف غير منطبق لم يصل النصاب حتى نقول أو وقت الوجوب حتى النصاب في وقت الوجوب حتى نقول عليه الزكاة تلفت بتفريط منه لا زكاة عليه لأن الذمة ما زالت بريئة الذمة إيش غير مشغولة لكن لو تلفت بتفريط منه قصد بذلك الهروب من الزكاة يؤتى بنقد قصده وإيش ويضمن لأنه تعمد أن يضيع حق الغير تعمد أن يضيع حق الفقير. نعم قال فأما إن أتلفها أو تلفت بتفريطه أو عدوانه بعد الوجوب لم تسقط عنه الزكاة وإن كان قبل الوجوب سقطت إلا أن يقصد بذلك الفرار من الزكاة فيضمنها ولا تسقط عنه ومتى ادعى رب المال تلفها بغير تفريطه قبل قوله سنعيد في هذا ومتى ادعى رب المال تلفها بغير تفريطه نعم قبل قوله من غير يمين سواء كان ذلك قبل الخمس او بعده. نعم ولان اصحاب الاموال لا يحلفون على ايش لا يحلفون على زكاته. نعم ويقبل قوله ايضا في قدرها بغير يمين وكذلك في سائر الدعاوى. قال احمد رحمه الله لا يستحلف الناس على صدقتهم وذلك لانه حق لله تعالى فلا يستحلف فيه كالصلاه والحج. يعني هي بينه وبين الله جل وعلا فلا يستحلف في ذلك لكن يقبل قوله فيما قال والاصل فيه السلامه والاصل فيه حسن الظن. نعم تفضل. نعم شيخ انه يكون اتلفها باعها حتى بشرط القطع فباعها لياخذ المال ولا يدفع شيء من الزكاه نقول له تعالى احنا ناخذ الزكاه منك. البيع قد يكون صحيحا حاتما لو باعها بشرط القطع الائمه الاربعه يقولون بصحه البيع فالنظر هنا الى نيته لذلك يؤخذ منه ايش الزكاه
يعني احنا لما كنا على ان هذا اتلاف اتلاف الحق والان اتلافها فباعها، البيع صح ولا ما يصح؟ صح. انا بشرط القطع طبعا، لان بيع الثمره قبل بدو الصلاح لا يجوز، فالبيع صح في هذا الباب. ونقول له ان صح البيع انت عليك ايش؟ الزكاه. يؤتى بنقيضي بنقيضي قصدي. تفضل. قال فصل: وإن جزاها أو جعل الزرع في البيدر استقر الوجوب. استقر الوجوب أنها يعني يأتي بها في القرين الجرين، وأيضا أن يجعل استقرار الزرع في البيدر. نعم. استقر وجوب الزكاة عليه عندما لم يرى التمكن من الأداء شرطا في استقرار، وهذا الراجح. شرط التمكن شرط زائد، عندنا شرطان في هذا الباب. وش هما؟ بلون صاب وحوالين الحول. الدليل لا زكاة في مال حتى يحول على الحول. تفضل. فإن تلفت بعد ذلك لم تسقط الزكاة عنه وعليه ضمانها، كما لو تلف نصاب السائمة أو الأثمان بعد الحول على الرواية الأخرى. طيب هذه المسألة تنظر أيضا إلى مسألة العين والإيش والذمة في هذا. ماشي. ولو على الرواية الأخرى من كون التمكن من الأداء معتبرا لا يستقر الوجوب فيه حتى يتجف الثمرة ويصف الحب ويتمكن من أداء حقه فلا يفعل، وإن تلف قبل ذلك فلا شيء عليه على ما ذكرنا في غير ذلك. طب هو بيتكلم في هذا الباب على مسألة الاستقرار، هل يتوقف على التمكن من الأداء أم لا؟ التمكن من الأداء لابد من أن يصف الحب ويحصل التجفيف. فإن استقر قلنا إن تلفت في هذا الباب، يعني نشوف تمكن أداء الحق فلم يخرجه حتى تلفت. قال فإن تلف قبل ذلك، يعني قبل استقرار الحق، يعني قبل التمكن من الأداء فلا شيء عليه، ولكن إن تمكن وتلفت فعليه الضمان. ماشي. صدر شيء. ويصح تصرف المالك في النصاب قبل الفرس وبعده بالبيع والهبة وغيرهما، فإن باعه أو وهبه بعد بلوغ صلاحه فصدقته على البائع والواجب. لا لاحظ شيخ، لاحظ هذه مسألة منفصلة. صح تصرف المالك في النصاب قبل الخرص وبعده بالبيع والهبة وغيرهم. بعده طالما خرص الآن بدأ صلاحه، إذا كان إيش وقت الوجوب، فهو بيقول يتصرف فيه بيع أو هبة. نعم يتصرف فيه بيع أو هبة، لكن ستتعلق بذمته إيش الزكاة، فيكون الصدقة على من؟ على المشتري ولا على البايع؟ وباعها بعد بدو الثمر، الصدقة تكون على البايع ولا على المشتري؟ دي بالضبط على الأرض المستعارة أو المستأجرة، تكون على مين؟ على من؟ على المشتري ولا على البائع؟ صحيح الأمر إن كان بعد الخرص فهي على إيش؟ على البائع لا على المشتري، فهي على البائع لا على المشتري. نعم. قال فصدقته على البائع والواجب. وبهذا قال الحسن رحمه الله ومالك والثوري والأوزاعي رحمه الله، وبه قال الليث رحمه الله إلا أن يشترطها على المبتاع، يعني لقول سلم من باع ثمرة، من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للباع إلا أن يشترط المبتاع. نعم. قالوا إنما وجبت على البائع لأنها كانت واجبة عليه قبل البيع فبقي. طب كيف وجبت عليه بعد الخرص؟ وجبت عليه. تفضل. فبقي على ما كان عليه، وعليه إخراج الزكاة من جنس المبيع والمبيوع. وعن أحمد رحمه الله أنه مخير بين أن يخرج ثمرا أو من الثمن. قف هنا. وهنا أخذوا منها على أن أحمد يقول بجواز إيش الزكاة من قيمة القيمة، والصحيح أن هذا ضعيف جدا ولم يصح، هذا لا يصح، هذا ليس بصحيح. والصحيح أنه لابد أن يخرجها من جنس المبيع، يخرجها من جنس المبيع. تفضل. قال القاضي رحمه الله: والصحيح أن عليه عشرة ثمرة، لأنه لا يجوز إخراج القيمة في الزكاة على صحيح المذهب، لأن عليه القيام بالثمرة حتى يؤدي الواجب منها ثمرة. نعم. فلا يسقط ذلك عنه ببيعها ولا هبتها ويتخرج أنه تجب الزكاة. إذن خلينا نقول الراجح والراجح في ذلك الصحيح في المذهب هو أنه لا يجوز إخراج القيمة، ولو أخرجها قيمة لم تجزئه، ولابد أن يخرجها من جنس الثمرة التي باعها. نعم. قال: ويتخرج على ذلك
ويتخرج أن تجب الزكاة على المشتري على قول من قال إن الزكاة إنما تجب يوم حصاده، لأن الوجوب إنما تعلق بها في ملك المشتري فكان عليه. وهذا إذا قال إن الوجوب يكون يوم الحصاد، والصحيح أن عندهم وقت الوجوب إيش؟ وقت بدو الصلاح، استطابة الثمرة، فلذلك هي ليست على المشتري بل هي على البيع. ولما قال على المشتري قالها تخريجا على تأصيل، وهو لأننا قلنا الوجوب يكون وقت الحصاد، وآتوا حقه يوما، احنا قلنا إما اشتداد الحبة أو إيه أو الحصاد، والصحيح أنه اشتداد الحبة أو استطابة الثمرة. فلو قال وقت الحصاد يبقى إذن هي على المشتري، ده تخريجا على التأصيل في هذا، بيقول لو أصلناها على وقت الحصاد فهي على المشتري، والصحيح أنها على استطابة الثمرة اشتداد الحب، فلذلك هي على البائع. نعم. ولو اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها ثم بدأ صلاحها في يد المشتري على وجه صحيح، مثل أن يشتري شجرة مثمرة ويشترط ثمرتها، وهذا غريب جدا في هذا الباب. نعم. أو وهبت له ثمرة قبل بدو صلاحها ده أسهل أن إيش أن توهب له الثمرة قبل بدو صلاحه، ثم يبدو صلاحها وهي في يده. نعم. قال فبدأ صلاحها في يد المشتري أو المتهم، أوصى له بثمرة فقبلها بموت الموصي ثم بدأ صلاحها، فصدقت عليه لأنه عليه هنا عائد على المشتري، على المتهم، طيب على الموصى له. نعم. لأن سبب الوجوب وجد في ملكه، وش سبب الوجوب وجد؟ بدو الصلاح وكان هذا هو في يده، فهنا استقر الأمر عليه. نعم. أو الوجوب كان عليه كما لو اشترى سائمة أو اتهبها فحال الحول عليه عنده. نعم، فهنا لو اشترى سائمة أو اتهبها وحال الحول عليه وبلغة النصاب، فيكون الأمر عليه لوجود الملك. كذلك أنه لو وهبت له الثمرة لم يبدو صلاحها، وبدأ صلاحها وهي في يده، صار إيش الوجوب عليه، فيكون عليه الزكاة في ذلك. تفضل. قال فصل: وإذا اشترى ثمرة لا، ما خلاص ما جاءت الثمرة تابعة. هو كان يعني لكنها الهبة أيسر. قال فصل: المروحة هذه اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها فتركها حتى بدأ صلاحها، فإن لم يكن شرط القطع فالبيع باطل. ليه ما البيع باطل يا سيدي؟ شوف فهلوة تأتي، كيف ذلك البيع كيف يكون باطل؟ هو بيقول له هنا، فإن لم شوف، وإذا اشترى ثمرة قبل بدو الصلاح فتركها حتى بدأ صلاحها، فإن لم يكن شرط القطع فالبيع باطل. ها، فصل لي هذه. فصل الذي قيل، بس أنا أريد التفسير. عبد الرحمن، لا علي بقى، جيب لي المسألة كلها من أولها. ماشي. نهى نسلم عن بيع الثمرة قبل بدو صلاح، فإذا باع قبل بدو صلاح بطل البيع للنهي. طيب أكمل يا رجل، أكمل. هو المسألة هنا: وتصح في حالة، عند لما ثلاثة، وتصح في حالة إذا اشتراها بشرط القطع، يعني وطبعا بشرط القطع متصور انه يكون ايه علف للبهاي، اشتراها بشرط القطع لتكون علف للبهاي اجلكم الله، لكنه لم يقطع حتى بدث الصلاح، فهو بيقول اذا لم يشترط القطع فالبيع باطل، لانه باعها باع الثمر قبل بدو الصلاح، لكن لو اشترط القطع فالبيع صحيح، لكن عمل ايه؟ لم يقطع فبدا الصلاح. هنا نركب عليها المساله. تفضل. قال: وإذا اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها فتركها حتى بدا صلاحها، فإن لم يكن شرط القطع فالبيع باطل وهي باقية على ملك البائع وزكاتها عليه، وإن شرط القطع فقد روي أن البيع يبطل أيضا ويكون الحكم فيها كما لو لم يشترط القطع، وروي أن البيع عشان ناس جدا، وقال وهي باقية على ملك إيش؟ وهي باقية اللي هو من غير أن اشترط، فهي باقية على ملك البائع، لأن البائع أصلا إيش باطل ولا يستحق الثمن. نعم. باعها واشترط القطع لكنه لم يقطع.
هذه الثانية. يبقى الأولى، الأولى خلينا بس الأولى تكون زكاتها على من؟ على البائع. لما؟ لأن البائع باطل أصلا، لم يترتب عليه آثاره بنقل الملكية أو ملك الثمن. نعم. الثانية وإن شرط القطع، عشان يصح البائع شرط القطع. نعم. نعم، بعض الفقهاء يقولون بذلك، يقول لأنه منطبق على أنه باع قبل بدوه، قبل بدوه الصلاح. نعم. ويبقى إذن الزكاة على من؟ وجيزة البائع. لما؟ لأن في حالتين البيع باطل. نعم. ورؤية أن البيع صحيح ويشتركان في الزيادة، على هذا يكون على المشتري زكاة حصته منها إذا بلغت نصابا، فإن لم يكن المشتري من أهل الزكاة كالمكاتب والكمي فلا زكاة فيها، وإن عاد البائع فاشتراها بعد بدو صلاحها، بعد بدو الصلاح أو غيره فلا زكاة فيها، إلا أن يكون قصد ببيعها الفرار من الزكاة فلا تصح. متصور هذا الباب؟ يعني هذه الثالثة كيف تكون؟ أنه قال بأنه لو قلنا البيع صحيح بشرط القطع، لو قلنا البيع صحيح بشرط القطع، فإنهما يشتركان في إيش؟ في الزيادة. يعني هو باع اشترى بشرط القطع لكنه لم يقطع حتى بدا الصلاح، فقال هو في زيادة في الفلام، فهم يشتركان في هذه الزيادة، كلهم بسهمي كلهم بحصتي، فتكون الزكاة عليهما، إلا أن يكون المشتري غير أهل للزكاة كالزمي، هذا غير ملزم بالزكاة، فهذا لا زكاة عليه. لكن قالوا إن عادة. نعم. هنا بقى المقصد، قال فإن فعل ذلك من أجل الفرار يؤتى بنقيض، بنقيض قصده. نقف عند هذا المسألة. ماشي. ما نقول علف للبهائم يا ابن الحلال، بيقطع الثمرة الآن خشب، الثمرة خشب ما فيش حصرم، فخدها عشان يعملها علف للبهائم، فهمت؟ هو ده شرط القطع، ما لا يبقي الثمرة على رؤوس النخل، فهمت؟ نعم. وممكن يكون يستفيد بها إيه؟ يستفيد بها علفا لبهائمه، هو ده التصور يعني. نعم شيخ، صراحة أنا لا أميل لذلك، لأنه نص غير منطبق، لأنه في الحالتين قد باعها قبل بدو الصلاة. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم، فإن الهموم بقدر الهمم.